بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، في فيديو سأخصصه لتشريح تمارين درس التوالد عند النباتات مخصص لتلاميذ السنة الثانية ثانوي إعدادي. لن تمثل الوثيقة جانبه مختلف أجزاء النبتة والنبات. السؤال الأول، أتمم الوثيقة بإعطاء الأسماء المناسبة للأرقام. سنحاول أن نسمي مختلف أجزاء النبتة. العنصر رقم 1 كما تلاحظ يمثل زهرة، العنصر رقم 2 يمثل تمرة، العنصر رقم 3 يمثل ورقة الأوراق، العنصر الرابع يمثل ساق، والعنصر الخامس يمثل جذور. طبيعة الحال النبتة تتكون من جزئين، جزء ب تحت أرضي وجزء أ جزء هوائي، بعنوان رسم تخطيطي لمكونات الزهرة. السؤال الثاني، حدد وظيفة كل جزء من أجزاء هذا النبات. بالنسبة للجذور، إن وظيفتها هي امتصاص الماء والأنباح المعدنية وما يسمى بالنسر الخام. بالنسبة للساق، دوره هو تزويد الأجزاء العليا من النبتة بالماء والأملاح المعدنية. نسبة الأوراق، أوراق تحتوي على اليخطور الذي يتدخل في عملية التركيب الضوئي، يعني الأوراق هي مكان تركيب المادة العضوية. أزهار، أزهار هي عضو التوالد عند النباتات الزهرية، عضو التوالد عند النباتات الزهرية. التمرين الثاني، مكونات الزهر. هناك سؤالين، السؤال الأول أتمم الوثائق، السؤال الثاني أتمم الجدول. بالنسبة للسؤال الأول، سنحاول أن نسمي مختلف أجزاء الزهرة بالنسبة لوثيقة واحد. العنصر رقم واحد كما تلاحظ عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة يمثل ميسم، العنصر رقم اثنان يمثل قلم الميسم، والعنصر رقم ثلاثة يمثل مبيض. ميسم، قلم الميسم والمبيض تشكل عضو التناسل الأنثوي في الزهرة ويسمى بالمدقة. العنصر رقم أربعة يمثل مئبار، العنصر رقم خمسة خييط. المئبار والخييط يشكلان العضو التناسلي الذكري في الزهرة ويسمى بالسداد، أسدية. كما تلاحظ الزهرة تحتوي على عدد كبير من الأسدية. العنصر رقم ستة ورقة ويجية، العنصر رقم ثمانية سبلة، بعنوان رسم تخطيطي لمكونات الزهرة. الوثيقة الثانية عبارة عن رسم تخطيطي للميدقة، إذن العنوان رسم تخطيطي للميدقة، العضو التناسلي الأنثوي في الزهرة يسمى بالميدقة. يتكون من جزء واحد ميسم، الجزء الثاني قلم الميسم، والجزء الثالث المبيض. لاحظ داخل المبيض توجد عناصر تناسلية أنثوية تسمى البويضات، إذن العنصر رقم 4 البويضات. داخل كل بويضة يوجد نسيج أنثوي داخل كيس جنين. العنصر رقم 4 عبارة عن سدات، إذن العنوان رسم تخطيطي للسدات، والسدات هي عبارة عن العضو التناسلي الذكري في الزهر. تكون السدات من عنصر رقم 1 مئبار وخييط، عنصر رقم 2 خييط، إذن 1 مئبار 2 خييط. يحتوي المئبار على عناصر تناسلية ذكرية دقيقة، نلاحظ بعد تكبيرها تسمى بحبوب اللقاح، لأن العنصر رقم ثلاثة حبوب اللقاح وتوجد داخل مئبار السدات. السؤال الثاني، سنحاول أن نتمم الجدول التالي. سنحاول أن نحدد بنية أعضاء التوالدية وأعضاء الواقية. الوصف، سنصف هذه الأعضاء ثم نحدد وظيفتها. بالنسبة للأعضاء التوالدية في الأزهار، إذن هناك أعضاء توالدية تناسلية ذكرية تسمى الأسدية، وعضو تناسلي أنثوي يسمى المدقة. بالنسبة للوصف، تتكون كل سدات كما رأينا في الرسوم التقليدية السابقة، تتكون كل سدات من مئبارين وخييط. داخل المئبار توجد حبوب اللقاح، وداخل كل حبة لقاح يوجد نسيجان كما تلاحظ ذكري. بالنسبة للمدقة، المدقة هي العضو التناسلي الأنثوي في الزهرة، تتكون من ميسم
قلب الميسان هو مبيض. داخل المبيض توجد عناصر تناسلية أنثوية تسمى البويضات. داخل كل بويضة يوجد مسيج أنثوي. بالنسبة للوظيفة كما قلنا سابقا، السداد عبارة عن عضو تناسلي ذكري، إذا تنتج الأنساج الذكرية، والمدقة عبارة عن عضو تناسلي أنثوي تنتج الأنساج الأنثوية. الأعضاء الواقية يعني يتعلق الأمر بالكأس والتويج. بالنسبة للكأس عبارة عن هو مجموع السبلات. بالنسبة للوصف، إذا السبلات عبارة عن أوراق خضراء، دورها وظيفتها حماية المكونات الداخلية للزهرة كما تلاحظ. لاحظ أن المذاق المبيض بالضبط يوجد داخل. بالنسبة للتويج كما تلاحظ كذلك في الوثيقة، عبارة عن أوراق ملونة. ملونة يعني أن لونها يتغير من زهرة لأخرى، يمكن أن نجدها في هذه الزهرة باللون الوردي، في زهرة أخرى باللون الأصفر أو الأبيض أو الأحمر إلى آخره، الملونة يتغير لونها من زهرة لأخرى. تشكل التويج ووظيفتها كذلك هي حماية المكونات الداخلية للزهرة خصوصا الأعضاء التوالدية. لاحظ أن الأسدية عضو التناسلي الذكري في الزهرة محاط بالأوراق التويجية أو التويج. التمرين الثالث، بالنسبة للتمرين الثالث، قارن أزهار ممثلة على الوثائق على ماذا تلاحظ؟ يعني كما تلاحظ لدينا ثلاثة أزهار، الزهرة الأولى، الزهرة الثانية، الزهرة الثالثة، يعني سنقارن هذه الأزهار الثلاث. لاحظ أن الزهرة الأولى تتوفر على الأسدية فقط، كما قلنا سابقا السداد تتكون من مخبر وخيرات، يعني أنها تتوفر على أعضاء تناسلية ذكرية فقط. الزهرة الثانية تتوفر على الميدقة، كما قلنا سابقا الميدقة تتكون من ميسم، قلب الميسم ومبيض، وأسدية يعني أنها تتوفر على أعضاء التناسلية الذكرية وعلى العضو التناسلي الأنثوي. الزهرة الثالثة تتوفر على الميدقة فقط، يعني تتوفر على العضو التناسلي الأنثوي فقط. السؤال الثاني، حدد جنس كل زهرة. بما أن هذه الزهرة تتوفر على الأسدية فقط، يعني الأعضاء التناسلية الذكرية فقط، فهي زهرة ذكر. الزهرة الثانية تتوفر على العضو التناسلي الأنثوي الميدقة وعلى أعضاء تناسلية ذكرية أسدية، من فهي زهرة ثنائية الجنس، يعني ذكر وأنثى. الزهرة الثالثة، لاحظ أنها تتوفر على الميدقة فقط، أي العضو التناسلي الأنثوي فقط، يعني أنها زهرة أولا أحادية الجنس، جنس واحد، وزهرة أنثى، لأنها تتوفر على العضو التناسلي الأنثوي فقط. التمرين الرابع، توضح التجارب أسفله أهمية عملية الأبر في تحول الزهرة إلى ثمرة، لأن لدينا مجموعة من التجارب ونتائج هذه التجارب. السؤال الأول، يعطي تفسيرا لنتائج تجربتين 2 و3. لماذا؟ لأن التجربة الأولى تمثل زهرة شاهدة، يعني لم نخضعها لأي تغيير. كما تعرف هذه الزهرة ثنائية الجنس، لماذا؟ لأن التوفر على الأصلية العضو التناسلي الذكري وعلى مدقة العضو التناسلي الأنثوي. ثانيا، التجربة الثانية، نزيل الأسدية، يعني نزيل العضو التناسلي الذكري، ثم نقوم بتغطية المدقة بعشاء، النتيجة لا تتحول المدقة إلى ثمرة، تموت الزهرة. التجربة الثالثة، نزيل الأسدية، يعني نزيل العضو التناسلي الذكري، ثم نغطي المدقة بعشاء ونضحه بلقاح الميسم، النتيجة تتحول المدقة إلى ثمرة بداخلها بدا. لاحظ أن المدقة تتحول إلى ثمرة، أو عفوا أن الزهرة تتحول إلى ثمرة في حالتين. الحالة الأولى هي حالة وجود أسدية، الحالة الثانية هي حالة وضع حبوب لقاح على المدقة، يعني أن الزهرة تتحول إلى ثمرة في حالة وجود حبوب لقاح. لماذا؟ لأن حبوب لقاح في التجربة الأولى تنتجها الأسدية. السؤال الثاني، حدد العامل المسؤول عن تحول الزهرة إلى ثمرة. العامل المسؤول عن تحول الزهرة إلى ثمرة هو حبوب اللقاح، من سقوط حبوب اللقاح على ميسم الزهرة. استنتج أهمية عملية الأبر. إذن أهمية عملية الأبر، الأبر هو الذي يمكن والذي يؤدي إلى سقوط حبوب اللقاح من
سقوط حقوق اللقاح فوق ميثم النطاق.